بكم مشاهدينا في جولة جديدة لأخبار المحافظات والتي نتابعها مع مراسلين من مختلف المحافظات، والبداية مع الزميل محمد ابو عيطة مراسل اكسترا نيوز ورسالة حول آخر أخبار محافظة المنوفية. واحد من أهم أخبار المحافظة اليوم هو بدء عملية الاقتراع في 9 من صباح اليوم على جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ. نصيب محافظة المنوفية من مقاعد المجلس يبلغ 8 مقاعد، حسم منها 4 بالفعل على مقاعد القائمة، بينما حسم أيضا مقعدين آخرين فقط في نصيب المحافظة من المقاعد الفردية، ويتبقى الآن الإعادة التي تجرى على مقعدين فقط يخوض عليهما السباق 4 من المرشحين، وبالتالي فإن المحافظة اليوم يعني تبقى على تواصل واطلاع دائم وعملية مراقبة وتأهب يعني شديدين للغاية لإنجاح عملية الاقتراع كما جرت في جولة الانتخابات الأولى، وبالتالي فأيضا المحافظة أيضا تتفائل بإمكانية تحقيق نسبة مشاركة عالية بالمقارنة بغيرها من محافظات الدلتا المجاورة كما جرت في يعني الجولة الأولى من هذه الانتخابات. الخبر الثاني متعلق باستمرار الحملات الرقابية على التموين وكل ما يتعلق بالمخابز والأسواق، وفي هذا قد أعلنت مديرية التموين هنا في محافظة المنوفية تسجيل أكثر من 300 محضر بمخالفات تم ضبطها في العديد من القرى والمراكز الخاصة بمحافظة المنوفية. الخبر الثالث في جولتنا هذه أيضا متعلق باستمرار الإزالات تنفيذا لقرارات الدولة في هذا الشأن، ومحافظة المنوفية أعلنت أنه يعني توصلت حتى اللحظة إلى أكثر من 950 حالة إزالة خلال الأشهر الماضية، وأنها تمكنت من يعني استعادة عشرات أو مئات من الأمتار في نطاق يعني عديد من المراكز والقرى وهي أملاك للدولة، وكان قد تم التعدي عليها، بالإضافة أيضا إلى إزالتها العديد من التعديات التي تمت على الأراضي الزراعية، وبالتالي استعادت الانضباط والالتزام في ربوع أرجاء محافظة المنوفية في خلال هذا الشأن، كما أعلنت أيضا استمرارها في تلقي طلبات التصالح كما قررت سلطات الدولة بشكل عام في الفترة الماضية. والآن ننتقل إلى الزميل هيثم البدري مراسل اكسترا نيوز والذي وفانا برسالة حول آخر أخبار محافظة أسيوط. تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ورش عمل مبادرة صنايعية مصر وورش مشروع إبداع حلمك، وذلك بقصر ثقافة أسيوط والتي تنظمها مديرية الثقافة بمشاركة الموهوبين من الأطفال والشباب وتحت إشراف مدربين متخصصين، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث بدأ المحافظ زيارته للقصر بتفقد ورش عمل المبادرة الرئاسية صنايعية مصر والتي أطلقتها القيادة السياسية بهدف تطوير الحرف المصرية والحفاظ على بعض الحرف التي أوشكت على الاندثار، فضلا عن إتاحة فرص التدريب والتأهيل أمام الشباب ورفع المستوى المهني للصنايعية في مصر، حيث شاهد المحافظ سلسلة من ورش النحت على العظم بالإضافة إلى ورش المعادن. وفي سياق آخر قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن أجهزة الرقابة التموينية تمكنت من ضبط كميات من اللحوم والأسماك والمجمدات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة تموينية ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها المحافظة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة في الأسواق ومنافذ البيع المختلفة، وذلك حفاظا على صحة وحياة المواطنين وحقهم في الحصول على سلع غذائية جيدة وصالحة للاستهلاك الآدمي. عودة مرة أخرى للزملاء في الاستوديو. والآن مع الزميل أحمد الأفيوني مراسل اكسترا نيوز ورسالة حول آخر أخبار محافظة قنا. أعزائي المشاهدين من داخل محافظة قنا، حيث شهدت المحافظة اليوم العديد من الأحداث على الساحة القنائية، ربما الحدث الأبرز هنا اليوم هو انتخابات جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، حيث انتظمت يعني سير العملية الانتخابية بكافة اللجان الانتخابية بعد أن فتحت اللجان أبوابها في المواعيد المحددة. وقال بيان صادر عن محافظة قنا أن المحافظة فعلت دور غرف العمليات التي باشرت أعمالها على مدار الساعة لمتابعة سير العملية العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية وإتمامها على الأكمل وجه في غالبية اللجان المتواجدة هنا في محافظة قنا، حيث فعلت كان هناك عدد من غرف العمليات، كان هناك غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وهناك أيضا 12 غرفة عمليات بمراكز وقرى ومدن المدن هنا في محافظة قنا، وتم ربط هذه الغرف بغرفة عمليات مركزية هي غرفة وزارة التنمية المحلية وغرفة عمليات مجلس الوزراء. هذا وقد قام اللواء اشرف داوودي محافظ قنا اليوم بجولة تفقدية على عدد من اللجان الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية، ووجه خلال هذه الجولة الأجهزة التنفيذية هنا في محافظة قنا بضرورة تقديم كل السبل الراحة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة منهم. أيضا اللواء محمد ابو المجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا هو الآخر قام بجولة تفقدية على عدد من الكمائن الثابتة والمتحركة داخل محيط اللجان الانتخابية، أيضا للاطمئنان على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ومدى جاهزية اللجان ومدى جاهزية أيضا القوات للتدخل السريع مع أي طارئ يحدث خلال هذه الانتخابات. الخبر الثاني في هذه الجولة وهو محافظة قنا قد أعلنت عن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأراضي والتي تقدم بها المواطنون إلى مراكز التكنولوجية هنا في محافظة قنا ومراكزها 9 والتي وصلت إلى 28,000 طلب تصالح، بينما بلغت المبالغ المتحصلة فعليا حتى اليوم الثلاثاء هي 94,249,000 جنيه حتى صباح اليوم. قال بيان صادر عن محافظة قنا أيضا أن مركز ومدينة قنا هو من أكثر المراكز التي استقبلت طلبات التصالح بما يعادل 62,000 طلب، ويليه مركز ومدينة أبو طشت بما يعادل 5,326 طلب تصالح، فيما تواصل المحافظة تلقي طلبات التصالح حتى نهاية الشهر الجاري تنفيذا لتعليمات وزارة التنمية المحلية لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية. هذه الإطلالة ربما كانت لأهم الأحداث والأخبار التي شهدتها محافظة قنا على مدار اليوم، وعودة بكم إلى زملائي في الاستوديو. ومن محافظة قنا إلى محافظة الأقصر مع الزميل محمد محروس مراسل إكسترا نيوز لمتابعة آخر أخبار المحافظة. أرحب بكم مشاهدي إكسترا نيوز من محافظة الأقصر في إطار جولة أخبار المحافظات، والتي نرصد خلالها آخر الأخبار التي شهدتها محافظة الأقصر خلال اليوم الثلاثاء. محافظة الأقصر شهدت اليوم أولى أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي يتنافس فيها هنا في محافظة الأقصر 4 مرشحين يتنافسون على مقعدين فرديين بعد حسم المقعد الوحيد للمحافظة ضمن مقاعد القائمة. محافظة الأقصر شهدت اليوم سيولة في عملية التصويت، الناخبين أدلوا بأصواتهم في سهولة ويسر بعد توفير كافة الخدمات اللوجستية التي يحتاجها الناخبون من مظلات ومقاعد وكراسي متحركة لذوي القدرات الخاصة، وأيضا أدوات التعقيم والكمامات وغيرها، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. محافظة الأقصر تضم 202 لجنة فرعية و170 مركز انتخابي موزعين على 6 مراكز ومدن هنا في محافظة الأقصر. غرفة العمليات في ديوان عام محافظة الأقصر باشرت أو تابعت العملية الانتخابية في أنحاء المحافظة من خلال غرف العمليات الفرعية المشكلة في المراكز والقرى، وتواصلنا مع غرفة العمليات المركزية في المحافظة، والتي قالت لنا أن الغرفة لم تتلقى أي شكاوي أو تتعلق بمعوقات العملية الانتخابية أو وجود خروقات أثناء عملية التصويت للناخبين. أيضا هناك إجراءات أمنية مشددة اتخذت طوال اليوم لتأمين العملية الانتخابية، وهناك أقوال أيضا أمنية انتشرت في جميع شوارع محافظة الأقصر لتأمين المحافظة أثناء عملية التصويت. محافظة الأقصر شهدت أيضا اليوم الثلاثاء جولة ميدانية لوفد هيئة المتابعة والاعتماد على عدد من المنشآت الطبية للتأكد من آخر الاستعدادات التي تتخذها هذه المنشآت لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تأتي محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى. محافظة الأقصر استعدت لهذه المنظومة بتطوير 59 وحدة صحية و8 مستشفيات، وسجل في محافظة الأقصر في هذه المنظومة حتى الآن أكثر من 800 ألف مواطن من إجمالي عدد سكان المحافظة البالغ عددهم حوالي 1,300,000 مواطن موزعين على 6 مراكز ومدن هنا في محافظة الأقصر. إذا كانت هذه صورة سريعة نقلناها لكم عن آخر الأخبار التي شهدتها محافظة الأقصر اليوم الثلاثاء، والآن عودة إلى الاستوديو. شكرا للزملاء الذين نقلوا لنا أخبار محافظات المنوفية وأسيوط وقنا والأقصر، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة.